ردا على بس زياد، في مواد حوارات يمكن ما تصرك زياد، طالما حكيت عن دولة راس بيروت وساحل سيسين كأنه لبنان جمهورية كونفدرالية الطوائف ونسخة خاصة، يعني أيمتى بيصير جمهورية واحدة موحدة برأيك، برأي زياد الرحباني؟ ما راح تصير، يعني مدام في ناس شغلتهم كل ما يصير الصراع يقرب ليصير طبقين، يعملوا كل شيء ليصير ليرجع طائفين، مرتكيف يعني، معناتها بيخافوا كتير من الطبقية. طيب وإلغاء الطائفية السياسية وإلغاء الطائفية هذا تحصيل، هذه اختراعات، بكرة بيغيروا لها اسمها. الاتفاق الثلاثي هو ذاته يمكن يعني صيغة من اتفاق الطائف، بس من شيء جاي من الغرب شيء جاي من الشرق، انه اتفاق الثلاثي لا التغى مثلا، انه شو بيشكي اتفاق الثلاثي؟ في كتير نقاط مشتركة من مع الطائف ولا لا؟ صح، اذا بنراجعه. طب ليك كم قتيل راح بين اثنين المنطقة الشرقية تحديدا؟ انه جدير اليوم لهم حق المسيحيين يقولوا محبطين انه في احباط، ايه بس طائف برعاية دول، وطبعا في احباط، ايه بس في احباط، مين وصلهم له برأيك؟ ايش بحد ذاته هلا؟ انا برأيي يعني في جزء بتحملوه، اذا ما نحكي في شيء اسمه مسيحي، عنده حضارة مختلفة عن المسلم السني عن المسلم الشيعي، بس بضل يعني في شيء اسمه اسلام، لنهون القصة، في اسلام في غير ملل كمان بلبنان يعني، بس عموما اسلام ومسيحية بتقول هي اول كلمة. طيب انه هول يعني انه ليش صار هيك بالشارع المسيحي؟ سؤال طويل عريض زياد، يعني مش الحق في دائما على الجيران، يعني إلو دخل الشعب اللبناني بقصة قديش هو مستعد يكون عميل بسهولة لمين ما كان، يعني بنسمع انك جاي تحارب الاخرين على ارضنا، مش صحيح. بس نحن كنا كثير يعني كمان. مش هينين موضوع ايه بحق بعضنا، بيقرب بشنقلوا على الوصلة وعلى رز سفقه، يعني بضل جاهز الرز والملبس. الهيئة انه صار معك على الخط الاستاذ كريم بكرادوني، بس قبل ما نحكي مع الاستاذ كريم، برأي زياد الرحباني الغاء الطائفية السياسية مش وارد هلا؟ ايه بك تحط الهيدفون بس جاوبني، برأيك الغاء الطائفية في له بداية بلبنان ممكن يحصل او هو نهاية للبنان الدولة والكيان؟ ما بيخلوها. انا مبسوط هلا انه الرئيس بري مع الزواج المدني. رأيك انت بالزواج المدني؟ ممتاز، مدخل للوطنية ام مشروع طلاق بين الطوائف؟ لا، وقيادات الجمهورية. ليش؟ لانه بيحير الانسان من هالمؤسسة اللي بعدها لحديت هلا ثبت بايطاليا نفسها، مطرح ما في عاصمة دولة الفاتيكان جوا الدولة. نعم. طب استفتوا الناس اخر شيء، طلعوا مع الاجهاض. طب ما قدر الكنيسة توقف ضد رأي العالم كمان. بس برأيك ليه خلق هالمشاكل عنا بالبنان؟ هونيك بيستفتوا الاكترية، قالت مع الاجهاض، هاي دولة يعني يعتبر مركز اللي يعني فيها الفاتيكان، يعني صحيح دولة مستقلة هو. بس انه بس الزواج المدني ليه هيك صار رديت الفعل عليه بلبنان برأيك؟ لانه اكيد بضر ناس كتير، بضر فئات. شو هن يعني غيرانين عن الناس اكتر من حالهم؟ يعني الناس بتعرف مصلحتها. نعم استاذ كريم معك على الخط، هل هيدفون من فضلك؟ انا تليفوني بسمعته. يعطيك العافية استاذ كريم. بوجور وردي. وينك وينك؟ صباح الخير. صباح النور، سبت النور اليوم. احلى واحلى سبت نور يكون معك ومع زياد على كل الاحوال. الله يحفظك. يلي هو هيك رمز اليوم، مش الاشراقية، انت زياد انت لكل هالمعذبين وكل هالطامحين بلبنان انت رمز الهم، شو بدك الاشتراكية لو وناطرين يفيد النور؟ طبعا الاشتراكية ضائف شيء، زائد كتير اشياء، يعني عم تحملني كتير. ايه بدنا نشتغل، انت بتحمل. شو عندك زياد كاين بدك تسأله للأستاذ كريم؟ بدي أسأله كيف في طريقة الواحد يلاقي رعاية آخر تكي لحفلة وبعدين بنحكي. ليك كيف في طريقة يعني تصور انه وصلنا انبسطنا من الطائفية انه إلها مزايا حسنة، انه ما بيسكروا عيد بعضهم، عرفت كيف؟ ايه انه مثلا في منطقة بالجرد راحوا الأولاد على المدرسة عادي عيد الأضحى، مع انه الدولة طالبة انه يقول لك عيب منشان المنظر على القليل انه ما في طائفية. نعم. لاجل الماركة يعني انه عايدوا مع بعض. لو راح تطقوا بالبيت انه شو دخلني بالعيد انا؟ لو يعني موقف الدخل لهذا
المبادرة الفردية عدد ضيق. هلا بدي ذكروا شغلة انه انا مش ناسي انه يعني في اسمين ارتبطوا ببعضهم بالحرب. ميشيل سماحة معلش عم نشيل الألقاب لها. والدكتور كريم بكردوني المحامي. طيب ليش شلت لميشيل سماحة وحطيت للدكتور كريم؟ الأستاذ. لا لا أنا بعتبره الزميل المناضل كريم المناضل ميشيل سماحة لأنه كان طبعا كان مشاغب مهم بالجامعة. رئيس مصلحة طلاب الكتائب كان اسمه. إذا مش كريم بكردوني ليش ربطت الاسمين ببعضهم؟ ما كنا نعرفه لأنه مش من جيلنا كطلاب. نتعاطى أنه مين معنا مباشرة لا وعم نتعاطى مع ناس أكبر منا بالعمر يعني. أنه ميشيل سماحة كان بالجامعة نحن كنا بعدنا ما خلصنا البكالور يعني أو بالبكالور ما أحد. فببداية الحرب بلشنا نعرف أنه في وفد عجيب غريب منه بيعرف يحكي مع السوريين. هاي أول انطباع هذا ما بتفهمي سياسي إنه هذا كيف بيعرف يحكي مع السوريين بيروح وبيرجع وكتائب. هاي هون السؤال. تفضل جاوب أستاذ كريم. ما ضروري اليوم. لا لا بيجاوبكوا على الهواء مباشر. تفضل يا أستاذ كريم. أولا لحلك الصورة اللي عندك عن الثنائي كريم وميشيل مضبوطة لانه اكبر هيك يعني هذا كان امل انه يلاقوا حل الحرب وقتها. نحن كنا تقصير الحرب الصوت الثاني انه كنت انت بتحبنا او هيك بعدنا بذهنك لانك انت مشاغب مثلنا هودي المشاغبين بيحبوا بعضهم يعني في لك في حركه المشاغبين هذه يمكن احسن شيء اذا مشيت شو بيك هيدا اللوكال تبعه بس معقول نوقع بالفوضويين اللي بدهم شيء لا يتهموك فيها مثل هالمقال اللي نازل معلش ليك خلو يتهموك ليك زياد خلو يضلوا يتهموك احسن ما حدا ما يتهمك يلي بيعمل ويلي بيفعل هو يلي بيتهموه شو بدك انت كفي وترك انت كفي والحكي تركه على غيرك انا بقى على فكرة بشكرك انه لاني عرفت بعدين انه حضرت المسرحية وقتها مع السيدة هدى حداد. ايه رحت انا وهدى حداد. ايه عرفت هي ما خبرتنا يعني إيه؟ بعد فترة عرفنا. وانا كنت بدي روح على الويست هول بال 94 بيني وبينك ما عادش اعرف امتين رح تزبط هالحفلة يلي صارت. الاسامبلي هول؟ ايه كنا بدنا نروح ندعيك على الفورم بس بدك تحتمل كل غلطة بالصوت او شغلة معقول تصير. ايه. لانه فعلا بظروف انتحارية عم تصير يعني. ايه طيب كيف ممكن تلاقي له سبونسر مثلا هلا ليه ايه مع انه مع ليك افضل الكل عملي اعلان هلا قولي في زياد بده جمعة الجاي يوم بقرروا هلا بركي يوم الجمعة هيدا بده يعمل حفلة هذا برأيي عم بالإذاعة بتلاقي سبونسر هلا من بعد ما تخلص المقابلة بفتكر لا لا عنا بحب اقول شغلة انه نحن اوفي لأول سبونسر اشتغل معنا كمان ما مشكلة اللي هو الفايسروي لانه ما قدرنا نلقطه وعطينا اولويه قال شو ما يصير معكم وبقدر اذكر اسم شخص بالتحديد لانه فين له اسمه سيزار مطر انه بده يزعل سيزار مطر اكيد لانه ما طلع ببيته نهارته يعني ما عارف هو يعني بده يقول لي طب شو الله جابرك تعملها اخر تكيه طيب والوينستون بدنا كمان نرجع نحييه ما زبط هلا ليش فتنا على الفورم باخر الحلقه بعدين طيب. رح تعجبك كثير الخبريه طيب شو بعد عندك يعني على كريم بكردوني قد ايه بنرتاح نحن هلا اذا بيقولوا لنا التغى الفورم بس انه لانه بدنا ما نصدق مع العالم لانه في ناس لاحقيننا على الدعسه انه اللي تاخرت دقيقه وصلنا على المؤتمر الصحفي 11 انا صرت اخر شيء ظبط على ساعه اللي موجوده بمحيط برج ايفل هلا ناسي اسم الشارع شو اسم الشارع استاذ كريم لا سميناه باحدى الحلقات المكتوبه بالسفير اللي انقرت بالاذاعه مطرح مريك بالساعة الإلكترونية الكبيرة اللي عم بتعد سنة 2000 بالقلب يعني عم تمريك بسرعة رهيبة عشر الثانية مرعبة منظرة للناس اللي هناك زياد انت ضبط سيعتك لك انت عم ضبط سيعتك مع فرق ساعة محبين تبعوا لك وشو ودك من الباقي تماما انت ضبط سيعتك ولا على ايفل ولا هيدي اللي بترجع الورا ضبط سيعتك على ساعة المعجبين فيك يلي هني بحبوه هذا مشكلة لأنه هو اللي بيجوا قبل بوقت هو اللي بيجوا قبل بوقت وبيصيروا يقولوا لك طب ليه ما جيت ليك وهو بيضلوا بعد الوقت كمان وهو ليك هو دي أمنا هو الأوفية يعني هو اللي ما بيعنوا قبل الوقت وبيضلوا بعد الوقت هو اللي ما بيعنوا بيصيروا يدافعوا يعني بيصيروا يدافعوا عنك استاذ كريم حبيبتي فيني أسألك سؤال هل أنت شاعر أنه زياد عم يتعرض لحملة معينة
لا مشاكسة معينة كونك من محبي زياد اللي عم تحكي عنهم؟ زياد طبيعي يكون هيك. انا اذا ما لك اذا زياد ما كان مشاكس واذا ما ايه محملات عليه ما بعود هو زياد، ومعناته مش عم بيأثر. قد ما بتكبر الحملة على زياد معناته تأثيره عم بيكبر. يعني انا اذا بكرة بخبروني انه زياد ما عاد مشاكس، هيدي اولا نكبه لي، يعني خسرنا شيء بهالعالم. وتادي شغلي اذا ما بيعودوا رديت الفعل على زياد متناقضة ومتضاربة ومدري شو شي مع وشي ضد، بس البعض منها سلبي، البعض منها سلبي وعب يأذي. ما تخافي ما في شيء. لكن بالنهاية زياد عنده انتاجه، يلا قيمة هيك المعدة. بالنهاية كل واحد بيقيسوا الناس على يلي بينتجوا، هلي ينتجوا قد زياد ويجوا ينتقدوا وانتهتوا من هونيك ورايح بتصير حكي بحكي. الدنيا بالانتاج. نعم. عندك سؤال تسأله لزياد يا أستاذ كريم؟ بدي له شغلة انه ممنونك اول شيء على اللي عم تقوله، لانه كتير يمكن عم تجبرني هلا افكر شو بدي اعمل هلا من بعد ما اظهر. ايه ليه بدك تروح تنتج؟ شو بدك تعمل؟ الله ليه الله بدك تروح تنتج الله يوفقك. لحن مشروع بدك تروح تنتج؟ ما انت مش خلص اللي بايدنا اساسا، مكسور علينا شغل ونوم وقصص، يعني شو عم طالب به؟ بس انت ما فيك تحط صفه المشاكسه مع الانتاج على الحل. ليه؟ لانه شوي بتضربوا الانتاج بده تنظيم. انتاجك مش مشاكس زياد؟ انت شو قصدك بالمشاكس؟ انت لم تشاكس اكبر مدرسه عرفها لبنان يلي هي مدرسه الرحابني. شو بك انت مشاك؟ انت الرحباني مشاكس الرحابني، انت مستقله هيدي. لا هذا النقد من داخل المؤسسه نفسها. عن قناعه اللي هو ماركسي بتعرف هالشيء. ايه هذا النقد الذاتي هيدا. ما هيك طبعا، بس ما ياخذوها سيره، يعني الواحد وقعت حاله انه هلا ظاهر افعى غلطة من يوتيوب وعملها نقد ذاتي انا وراجع. قلن انه انت هلأ انت بتعرف الكتائب كيف كانوا يعملوا في قصة كتائبية انت بتحبهم هودي. في كتائب كان بالسيارة سمع واحد عم بيسب الشيخ بيير، قرطوا قتلي وظهر قالوا له ما انت مبارح بعدك متخانق مع الشيخ بيير، قالوا ايه انا بسب الشيخ بيير بس هيديك ما ادوش حق. طبعا بقى انت يحق لك بالرحاب لما لا يحق. ايه هيدا صحيح هون وبجنوب بتورينو صحيح كمان، يعني بجنوب ايطاليا يعني. بس تكون مع ناس انت اولى بانك تنتقدهم، يعني لانك بتنتقدهم من موقع الغيره، يعني من هيك النقد الذاتي مهم. استاذ كريم طالما حكيت عن المدرسه، مدرسه الرحابني وزياد يعني من خريجيها، بس مثل ما قلت كمان حضرتك متهم بمشاكستها وبالخروج عنها، منحب نعرف منه هل لا عن قناعه او انتفاضه شخصيه ذاتيه هيدي عم تاخذ بالثأر او شو؟ مين؟ هل خروج عن المدرسه الرحبانيه؟ مش خروج، عن قناعه، عن تطوير، عن عقده، يعني بقطف لك بس هالمره اذا بتسمعيها كيف عم نعزفها. هي عم نحكي فنيا، شو بدنا بشو كتبوا بالكلمه موسيقيا؟ بقطف لك بس هي عباره عن سامبا. ويعني بوقتها يمكن كانوا مستحيين يعزفوها بشكل سامبا قد ما جوبهوا بانه يعني انتي عرب هني. نعم. يعني انتي تراث عربي. نعم. اللي هو كان مصري تحديدا. العربي اليوم اذا عم بقول لك انه الموسيقى اللي عم نعملها هي اليوم مثلا تحت تاثير شيء بلقاني اذا بدك، يعني هذا كمان تركيا عندها موسيقى كمان منا ابدا مصريه، عرفت كيف؟ المنطقة الأكراد الموسيقى الكردية، الموسيقى البلغارية، هيدي الأرمنية، يعني هاي موسيقى كتير مأثر فيها أنا منين لوين بقدر أقول لك بس ما وقتها. نعم. إنه في دقات عم نعزفها، عمي منصور وقتها مرة قال لي شو بعت لي هذا يعني سوداني؟ بعت له غنية أنا معتبرها خلطة بين الكويتي. زياد في فولكلور بلقاني انت بتعتقد يعني هالمنطقة هيدي سر هالمنطقة لغز بالعالم، هيدي فظيعة بعد سر بكل شيء. انت بتعرف هونيك بعد هيدي منطقة يقولون فيها انها منطقة الشعوب السرية. صح. في شعوب هيدا ويمكن منطقة الالحان السرية، شو بعرفني؟ لانه في تزوير لعدة اشياء، مثلا في اختلاف حول آلة البزق. بي الله يرحمه عطيني بزق قال لي انتبه له كتير لانه في خلاف، ومطر محمد الله يرحمه كمان سواله اياه توصاي بالشام. انت بس تلقط البزق نفسه بيلخص شغلة طويلة عريضة، لانه ليش انسان مثل عصر رحباني تلقط بالبزق؟ نعم. واليوم منصور رحباني يمكن بيقدر يعني اذا شوي بيروق، عرفت كيف؟
وبيحكي بتجرد عن القصص. ممكن موضوع البزق بحد ذاته يكون موضوع لأنك تفهم منطقة مثل ما عم تقول بحد ذاتها كلها لغز. مظبوط. البزق بيفكروه لبناني، مش لبناني أبدا، بلقاني. مش بس هيك، إنه في العرب الرحل بيعتبروه لألون. نعم. هو فعلا اللي أنا بعرفه. تعرف ليش؟ إنه الآلة القومية، الآلة القومية للأكراد هي. مظبوط. لأنه صناعته هينة كمان. ومن هم الأكراد كمان؟ الأكراد يعني إذا بتفوت مظبوط بالدراسة الأكراد، في ناس بيدعوا إنه مجموعة كبيرة من الأكراد هو مش أكراد. نعم. كمان. بتريدوني بس نتوقف مع موجز استاذ كريم، بس خليك معنا على الخط. بدي عايدك لك اول شيء، بدي عايدك ونحن من عايدك، بدي عايد زياد مسبقا، بس بدي له شغله. المسيح قام حسب الطقس الغربي، المسيح قام حقا قام. نعم. وبدي اتمنى لكم التوفيق. شكرا لك استاذ كريم. بدي اقول لك بعد شغلي زياد قبل ما تسكر. ايه اكيد لازم يقول لي. ولازم نتوقف مع موجز لاخر الاخبار، لانه قطعنا 9:15 و10:15، ما ممكن نقطع ال 11:15 كمان. ومعنا الاستاذ وليد غلمية كمان على الخط، بناخده من بعد الموجز مباشره. بحب اقول شغله. تفضل. إيه؟ انه يعني المحامي كريم بكردوني بالنسبه للعالم يمكن يعني بيعرفوا انه شخص ذكي. ايه هلا الذكاء انتبه له عدة، يعني بيقدر صاحبه يستعمله مثل ما بده. مزبوط. ما هيك؟ طبعا. فمن شان هون في اتهام لك يعني بعدة امور. إيه؟ اكيد ورد بعدة اشياء كتبناها. ايه وهذا نقاشه وحده. مزبوط. ايه ما هيك؟ ليكون علمي الواحد. ليك. بس انا بقول يعني نحن كنا نفكر نحن يعني اللي اسمك بالجملة اشي لفي يسار. ايه. كانوا مفكريننا يسار، وانتو كنتوا يسار تعتبروا. ايه. انه هيك بعرف. ايه. انه يسار داخل حزب الكتائب. ايه. هاي المحاولة كانت. مظبوط. وليك وهذه محاولة الاصلاح، هذه انا بعتبرها محاولة الاصلاح يجب ان تستمر. من شان هيك كتبت كتاب انت وكريم مروي مشترك. مزبوط. لسبب يمكن هلأ لبنان محتاج الى يسار اكتر من امبارح يا زياد. صح. ونشوفك بخير. شكرا للأستاذ كريم بكردوني. شكرا لروني، وتحية من زياد لروني على السرعة القصوى في القراءة. ممتاز. شو بتحط لها على علامة على 10؟ بالمرضاه هي علامة 10. يعني بتقول شيء غير اخبار؟ اي ولو ما بتسمعها لروني. لا لا لي فتره مش عم بسمع، اذا عاد من وقت عملك من وقت ما عندك وقت لشيء مضروري نسالك. فاذا عاد بضلوا معي بس انه مش قد قبل كنت مفرغ يعني. يعني عندي ما يزيد عن بدي اقول لك كم راديو فيه. بس لاحظتك هي وعم تقرا انت لحقها هيك بعيونك وبال كأنك كرونومتر بإيه؟ قبل ما بلشنا ما هي مشان هيك أصرينا على الموجز. شو حصل بغيابنا؟ في قمم وفي حكي وفي 425 وفي مين اللي مش فاهمان الإرشاد الرسولي البابا؟ لا صحيح. مين اللي شو تصريح الكاردينال بالضبط؟ إنه يجب على الناس إنه يعيشوا روحية الإرشاد الرسولي. إيه؟ مش هيك؟ روحيته طبعا البابا دائما بيدعي للأفضل. نعم. بيدعي للعائلة. نعم. ما هون بدي يعني لطيف كيف كل شيء بيرجع لمحل واحد. في كتاب مهم اسمه أصل العائلة. شجرة العائلة. أصل العائلة. لأنجلز هو. نعم. اللي هو ما أخذ حقه بالتاريخ قد ماركس بالاسم يعني. إلا عند اللي مثقفين لك مخصة يعني. سمت شغلة هني وعم تحكي للاختصار العبس يعني هاي أمور عم تنطرح بالفترة العبسية يعني. العبسية كمان فيك تشرحيها بكلمتين شي ما له معنى أو ما له لوجيك ما هيك؟ يعني البعض بيتهمك بالعبسية بتعتبر اتهام؟ عمله عمله. أوكي. العبس بيساوي الرموز كمان. إذا قريتي كاتر على الشجرة. حول شو يعني كاتر؟ في شيء طير اسمه أوكاتر؟ رمز لشيء لاسم لموقع على يمكن باناسونيك مخترع شيء أوكاتر بيطير بيجي على الشجرة كمان. معنا الدكتور غلمية زياد، ما تنسى ما بدنا ننطره أكثر على الخط، بدنا ننطره كل شيء هلا صار بيتحل وحط هالهيدفون كمان. دكتور وليد غلمية. نعم. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كل عيد وأنت بخير. الأعياد مستمرة من الأضحى للشعنيني للقيامة. وزياد عيد اليوم عنا، مش زياد من عيلته عيد، زياد الرحباني عيد بصوت لبنان. كل عام وانتو بخير. وانت بخير. زياد كان عندك هيك شوق انك تحكي مع الدكتور غلمية وعندك اشياء تقول له اياها؟ اساسا نحن من زمان يعني ما بعرف بركي هو بيقول شيء افضل يعني. انا قلت يعني عم بقول دايما للموسيقيين اللي يعني بيعرفهم وبعرفهم تماما
حديث متواصل عن علاقتنا التاريخية. نعم، هالعلاقة كيف اليوم؟ شو بتحكي عنها دكتور غلمية؟ أنا بحكي عنها علاقة تقدير واحترام ومحبة وتفهم، وفي شيء مرق بالحوار قبل عن الحقيقة بدي أعلق عليه شوي. تفضل. إنه زياد الرحباني هو خريج المدرسة الرحبانية. الحقيقة أنا عندي وجهة نظر مختلفة تماما. زياد الرحباني له شخصيته المستقلة تماما من أول نوتة كتبها، بإن من حيث التركيب النغمي أو من التركيب الإيقاعي أو من التألفات الصوتية. زياد شخصية بارعة ومتقدمة ومتطورة ومتحركة، وهو مختلف تماما عن الشخصية الرحبانية. هذا لا يعني أبدا انتقاص من الشخصية الرحبانية، بالعكس، بس عم بقول إنه زياد شخصية موسيقية نحن بنفتخر فيها، تجربها بناخدها بعين الاعتبار، ولا شك بأنها مؤثرة على أجيالنا. وما ننسى إنه زياد منه ملحن بالمعنى التقليدي، هو مؤلف موسيقي. نعم، وهذه بس ما فينا ننكر دكتور غلمية انه ابن هالمدرسة. انا ما اقول اذا ما بدنا نقول خريجة ابنه. خليني اعيد كلامي بوضوح. هو ما في شيء مقطوع عن شيء، بس زياد شخصيته مستقلة تماما. نحن معك. بحب اطرح عليك سؤال دكتور غلمية بدل ما اطرحه على زياد. تفضلي. لا شك تميز زياد. بحب له شغلة فاتت ودعانا، يعني ان شاء الله سنة الجاية تتلحق، اللي هي هو بيعرف مثلا تشوفي انه العلاقات، انه بعض الموسيقيين حتى ما بيعرفوا اوقات بينقلوا، يعني اللبناني يعني عنده اوقات فراغ كتير بخلاف ما مبين، يعني عجقة سير بتوحي شعب منتج متواصل يعني. نعم، بس فيني اكد لك انه عجقة سير على الفاضي، ما عارف زماعي انت يعني. نعم، فاضيين اللبنانيين ومنهم مين يعني ناس بمجال مشتغل فيه موسيقيين معك. نعم، في شيء مشترك بيناتنا الموسيقيين، كونك رئيس معهد. نعم، في شيء اسمه الموسيقيين. صحيح، ما بدك من لك اكيد يعني شو معقول يطلع مع الموسيقيين. إيه، كونهم اي مجال بيتفرد فيه شخص ان كان بالمجال الموسيقى او غيره بصير عرضه ليستبد او يحتكر المواضيع. اي صحيح، ويمكن انت عم مبسوط باول تجربة انه كنت عم تخبرني من ما اعرف اذا من سنتين او ثلاثة او اكتر وقت استلمت المعهد، لانه إيه صراحة في فترة انا بعتبرها يعني بالذاكرة ما انا كتير منيحة، فترة اللي كنت بذروة يعني تعاطي الكحول. نعم، وطبعا هذا له أسباب، مش هيك تعاطي الكحول، أنا عم جرب يعني كونسير عم بتزوق لأعطيهم تقرير أيه أحسن التاني. نعم، لأنه شو ما طلع بدربي كان يعني شو بدك يعني تربنتين بيشرب عرفت كيف، وهذا دراي كلين بيعمل عرفت كيف. في أسباب لذلك، في شيء راح بهالمعنى اسمه نزار مروه. انت الوحيد اللي يمكن قادر تفهم هالموسيقيين الموجودين بالمعهد اذا بيعرفوا مين نزار مروه. صحيح، صحيح. انه هذا صديق مشترك، مش صديق يعني اكثر، ما انت فيك تقول عنه يعني. انا معلش انا في بايدي شوي زياد، في بايدي مجموعه من المقالات. نعم، مكتوبه من نزار عن محاولات اللي انت عملتها. صحيح، يعني تفوق. صحيح، اللي ما اكيد ما في حدا من اللبنانيين قريه ما بعرف. لا لا لا، ما حدا. معلش هالشيء فتحت هالموضوع بحب انا اعقب عليه بسرعه. تدليل نزار مروه، نزار مروه توفى. انا مكلفني كريم مروه، بتعرف انت إيه انه كنت تعملوا له مناسبه بتشرين. نعم، لانه نزار مروه يعتبر الناقد الموسيقي الوحيد مش بلبنان، الجغرافيا العربيه. نعم، وهو اللي اوجد لغه النقد الموسيقي. قبل نزار مروه لم يكن هناك لغه نقد موسيقي، وبعد نزار مع هاجس التبسيط. اي التبسيط والوصول الى المعنى والى الهدف والى التفسير، لانه بيقرا نوتة على الانسان موسيقي، بيقرا نوتة دارس موسيقي. نزار مروة هذه مناسبة باخدها من عبر إذاعة صوت لبنان وعبر هاللقاء مع الصديق زياد، انه ذكر بنزار مروة مؤسس النقد الموسيقي العربي بلغته بمفهومه بديالكتيكه بأبعاده بشرحه.
بتركيزه و... معلش هلا بدنا نتفزلك معلش لا معلش بس بتركيزه عبيلا عبيلا بارتوك مثلا بتركيزه عبيلا بارتوك تحديدا هلا هلا بيقلبوا القنال بيمشي الحال معلش ف ليك عم نقول قنال بدون انتباه نعم بقى مناسبة خلي هالأشخاص اللي فعلا أوجدوا جسدوا قيم في حياتنا إنه نتذكرهم دايما ومش بس نتذكرهم إنه نورثهم لأولادنا وأنا بالكونسرفتوار ضنين وحريص على أنه يكون نزار مروة الناقد الموسيقي في ذاكرة الطلاب والأساتذة. نعم دكتور غلمية كنت عم بسألك سؤال بحب أطرحه عليك مع العلم أنه بخص زياد 100% تميز لا شك زياد بأعمال فنية كبيرة نعم. كانت رفض وصرخة والبعض قالوا عنها مراهقة سياسية ليش البعض بيسأل ليش الفن عند زياد رفض ما عبثي ما بيعطي جواب ولا حلول ولا حتى أمل بالغد شو السؤال السؤال انه ليش الناس عندها هالانطباع هيدا برأيك صحيح الانطباع عند الناس انه الفن عند زياد رفض عبثي ما بيعطي جواب ولا حلول لا في شيء مهم جدا انه زياد مش تقليدي نعم. اصيل لكن مش تقليدي في فرق هو اصيل يعني جدا لكنه منه تقليدي نعم. يعني عمله الموسيقي ما بيجي تقليدي بعدين زياد عنده موقف بالحياة نعم. مفروض انه نحن نستوعب هالواقع هاي نعم. الانسان اللي ما عنده موقف بالحياة يعني عادي بيكون مثله مثل اي انسان تاني بس نعم. الابداعات الفنية الكبيرة بتيجي من مواقف ورؤية في الحياة وللحياة وللانسان نعم. هلا في ناس بيعتبروها عبثية معلش بتحفظ بستعمل الكلمة او بسمع الكلمة بالاحرى هي مش عبثية هي الحقيقة دايما المبدع ينظر الى الامور بمنظار اوسع واكبر واشمال وهيك يكون في بساطة وتلقائية لا. ربما بتأخذ تعرفي نحن مجتمع يعني عنا تقاليد وعنا هيك قواعد وعنا شروط التعامل وعنا وعنا يعني عنا اشياء كتير منحب نحافظ عليها لا. واي شيء بيجي هيك بده مش يخردشها بده يحاول يغيرها او يقترح شيء جديد عليها ما منكون هيك مرحبين ببساطة من اومها شوي لكن بعدين مناخد الامور بي 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 بشكل افضل يعني انا مش قادر شوف زياد عبثي يعني لا ما بشوفه عبثي بس البعض بيقول انه ليش مسرحياته فصول مبعثرة يعني ما في رابط بين سوى النقد والانتقاد وتصوير لواقع من خيال يا ست وردة زياد ملان وجع ما ننسى انه زياد ملان وجع وجع اجتماعي وجع فكري وجع ثقافي وجع يعني طب ما بدنا ننظر وجع ليطلع ننظر ما بيصير ننظر للأمور الإبداعية دايما بشكل هالسلس السهل لا خلينا شوي هيك ناخد الأمور بزاوية كتير كبيرة بنشوف انه لا زياد احيانا بيضحكنا ونحن عم نبكي او يبكينا ونحن عم نضحك برأي الدكتور غلمية موسيقى زياد بتحاكي كل الأجيال لا. لا اكيد لا زياد مثل اي انسان تاني مدماك ومرحلة ضرورية واساسية في البلد مدماك الله يرضى عليك رح يهبط علينا شو اسمه ملحط بدي يعني هو جزء من حركة موسيقية لبنانية وعربية او شرقية نعم. طموحاتها كتير كبيرة نعم. اذا يعني هلا انا اول شي بدي لك انه خجلتني لانه ما معود اقعد بمحل يعني سلسلة إيجابيات كمان بعد المحامي كريم بكردوني لا ما هو يا أنا عم جاوب على الشتايم اللي شتمتني فيها عم جاوبك بس بغير منطق أنت وصلت لك إنها شتايم مش وصلتني سمعتها شو فيك ذاكر منها شيء لا يعني ماشي هلا هذا التاريخ مات هلا المهم نحن مش هذا الموضوع الموضوع زياد رحباني نحن عم بلك الموسيقيين أي. ليش بلشت لك بالموسيقيين ما اذا بتعرف انه يعني مش سهل بس انسان يطلع على الهواء يسالوه مشكله معين مع الموسيقيين خمس اسئله مهمين كتير ودقيقين بتعرف هالشغله صح انت موجود بلجنه اوقات فنيه اساسا الي حق اسالك مش على الهواء اي
مدى جدوى مع الوقت، مدى جدوى وجودك فيها؟ وقت اللي كان له جدوى كان، ووقت اللي بطل يكون له جدوى ووقفت الاشياء مثلا. عرفت كيف؟ صحيح. ما هذا حوار كنا بدنا نعمله بالهالحديث اللي عم حصل شيء عم تسميه شتيمة. انا قلت انه عن وقايع معينة وصلتنا في حدا وصلك انت بموقع مسؤول، نعم، انك تضطر تسن قوانين فجأة يعني للضرورة. مضبوط. يا ريت قادر سن قوانين. مش عم تسير عم تضحك ضحكة من الألم، مش لأنه بدك تضحك يا دكتور غلمية. أنا بدي ذكره بشغلة، بدي أسألك سؤال بقدر أسألك إياه. قلي. أنا أكيد بعرف جوابه، بس خلينا نقوله. أنت مع أنه يوقف تقلها مثلا؟ لا أكيد لا. طبعا بس لا ولا وردة هاي. لا ولا وردة هاي. طيب. هذا عيب. خلص. يكفي. خلص. طيب في شغلة بس، انه يعني وقت كنا بذكرى الخمسين بذاكر كنت ولد انا يعني. اي صحيح. كنت انت مؤلف شيء وقتها. صحيح. وما همنا ذكرى ما هم. وما زالت. طيب بس هيك انه الاسئلة كتير كمان بدها ندوي تانية. على الله. مش هيك؟ فاذا نتقل ما لازم يسكر. ما لازم يسكر. لا. برأيي طبعا زياد عملها قضيته ودكتور. لا 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 يجوز. لا يجوز. تلفزيون لبنان يبقى تلفزيون. اذا انت كل لبنان. انت انت بحلقة مسؤول بحلقة مهمة اسمها المعهد الوطني. صحيح. هذا له كتير تأثير، قادر يدعم تلفزيون لبنان بعناصر. نحن صحيح زياد، نحن تلفزيون لبنان قدمنا له برنامج بدون أي سوري للتعبير، بدون أي مقابل، اسمه كونسرفاتوار. كنا نقدم موسيقى شرقية وغربية من أساتذة وطلاب المعهد دون أي شيء، مجرد اعتبرنا تلفزيون لبنان منبر الأقرب لنا لبث ثقافة موسيقية. وتأكيد على حديثك، آخر حفلة صارت بالبيكاديلي، نعم، رح نقدمها منتجة خالصة. نعم. وبعد إذا بتعمل مادة تساعده دعم صحيح دعيات. صحيح. مادة بحوالها الساعتين مقبولين مع أغلاطهم. صحيح. مع أغلاطهم، يمكن الموسيقيين نفسهم كانوا عم بيتركوا المعهد عندك ليجوا يتمرنوا. صحيح. وأكيد أنت على علم بأوقاتهم، لأنه أوقات تضاربت الأوقات. صحيح. هي كل القصة. صحيح. فاضطروا يجوا ليعملوا شيء منيح. والأحد الماضي تحديدا جربنا بأي طريقة نتصل فيك، اتصل فيك بالعلامة كمان جاتي يا أستاذ يعني بالمعهد اسمه أنيس حاوي. مزبوط. دعاني ساعة تقريبا ساعة واحدة ونص ظهران، لأنه معنا بعض الأشخاص بعرف ما قدروا وصلوا بالوقت المناسب. واعتذرت لأنه كنت أوردي يعني. لا حتى لي تشوف مش العرض، حتى لي تشوف شو الهاجز. لا صحيح. نعم. بريد أسأل زياد أسئلة بحضورك ولو على الهاتف دكتور غلمية، اخذين من وقتك شوي. أنا زيادة. أنا عندي بعض التساؤلات صغيرة بس أنه ما نطول. لا دكتور غلمية. ما نطول. نعم. لا ما رح نطول بس. نعم. برات الموضوع الأساسي اللي حكينا عنه. أنا لأنه عندي ارتباط، أنا من هون لخمس دقائق تصرفكم. ايه تفضل. مشان هيك رح أسأل زياد عن فيروز. فيروز زياد انت اغريتها بالابتعاد عن الفن الرحباني اللي كانت تقدمه. لا هو بيقدر يجاوب. وعززت الانفصال، فهل نجحت حضرتك وهل نجحت لا فيروز؟ لا لا هو بفتكر دكتور وليد غنمي بيقدر يجاوب. شو دكتور؟ انا ما لا لا مش هذا البرامج حضرت يعني حضرت الدكتور قال لي شو بدنا نقول هيدا دكتور، لانه فعلا صاير واحد مش عارف. انا احكي لك شيء. شو جواب دكتور غلمية؟ ست وردة. السؤال الحقيقة معلش تسمحي لي يكون صريح. قاد كذا كونسير لفيروز يعني. السؤال هو نص ادبي وليس نص فني، يعني بمعنى اخر انه السؤال مقبول كنص ادبي، اما كنص تقني فني موسيقي بعتقد شغلة تانية بيخضع لمعايير. هل انفصال مين نجح فيه؟ زياد الرحباني لم يفصل فيروز ولم يعني يفتعل شغلة من هالنوع لا من قريب ولا من بعيد، إنما زياد الرحباني إيقاعه مثل ما أنا قلت شخصيته الموسيقية مختلفة تماما. ووقت اللي السيدة فيروز غنت للأستاذ زياد غنت شخصية زياد مش شخصية الأخوان رحبان. نجحت ونجح زياد أنا بالنسبة. إيه شوفي لقلك الجيل الجديد
الجيل المتطلب أكثر، وهي طبعا زياد بيلحنه مع السيدة فيروز انوجد، وهذه أنا ما عم بقولها بس بتسألي كل الأجيال الجديدة تأثرت لأنه تحاكي هالأغاني اللي غنتها فيروز لزياد تحاكي الحياة العملية تبعهم. هو مثل ما قلت المشكلة صايرة يمكن ما فهموك الناس قصدي. نعم. لأنك معود على الاختصار بالضبط، أوقات بس تشرح باختصار عم تعرف بتعاني من الكلمات التقنية أكيد. صحيح. صحيح. يمكن أنا فهمت قصده، قصده يقول لك إنه الكلمة هذا اللي هو هسي كل الوقت لأنه بدنا نوصل، قلت لك إنه الرموز العبس الرسم التجريدي الشعر الحديث يوازي المثقفين آخر شيء. نعم. هذا اللي بيجرب الواحد يهرب منه مع انه المثقفين هن شغله منيحه بالاساس. نعم مزبوط. شو بقي شو بقي دكتور غلميه وزياد؟ شغله مهزله بكل العالم، المثقفين عرضه للكاريكاتير لانه من زياده السقافه. صحيح. ايه بس السقافه مش معناتها شيء عاطل. لا لا ابدا، بس نوعي على الصعيد التجاري بيعتبروه عاطل. وصل الاستاذ العقل زينه بيقولوا لك اذا ما فهموا عليه، بيقولوا لك مش عم نفهم عليه، بس انت بدك مين يفهم عليه؟ ما بدنا نوصل لهون. عرفت كيف؟ انت قلت النص الادبي والنص، قصدك الكلمه انه في بعض كلمات ممنوعه تقولها فيروز. شبه ليش ممنوعه؟ ليش شبه يعني ممنوعه بذهننا يعني انه تاريخيا تعودنا انه ما بتقولها فيروز. هو هذا قصدك ما هيك؟ طب انا في شيء بحب اقوله ست وردة كمان. نعم. بحضور صديقي زياد، انه كمان فيروز مثل ما استطاعت انه توصل رساله عبر اغانيها للعاصي ومنصور الرحباني، استطاعت توصل كمان أغانيها رسالتها عبر أغاني زياد لناس تانيين. وشو بقي بفيروز من الرحبانيين؟ مش ضروري، هذا موضوع بوجدان الناس وذاكرة الناس. بلشي بكوكو هي موجودة، ما يعني هي موجودة بذاكرة الناس. نعم. فشيء مهم، بس يعني زياد أعطى أغنية بتلائم متطلبات اليوم. يعني أنا معش أرضى النجمة بالسماء، أنا بدي النجمة حدي قاعدة حدي. صح. شفتي كيف في فرق كتير يعني. بعدين ما ننسى شغلة أنه السيد درويش اللي هو قبلنا كلنا يعني. صحيح. قال كوكو كوكو يعني تعجن في الفجرية. صحيح. ويا صنايعية. صحيح. انه مظبوط، هي سابق فيروز وسابق رحمني وسابقنا كلنا. يعني في شيء ست وردة، اغنية زياد فطس وعبد الوهاب، اغنية زياد لفيروز هي اغنية الناس كيف بتعيش، اغنية حياة اليومية، اغنية فيروز مع الاخوان رحباني هي شعر. نحن منودعك بالطريقتين، نتمنى شغلة بركي شعار المرحلة يكون وحدوه فعلا كل المعنيين وحدوه فعلا. نعم على كل الأصعب يوحدوه. الأعياد وحدوه، المؤسسات والدولة والحكم وحدوه. يعني إجا فترة نتنياهو لتقشط شعبيته رجع طلع. نعم. بسبب شو نحن عم يطلع معنا إبداعات توافقية. نعم دكتور غلمية شكرا لك. شكرا لكم. كل عيد وانت بخير. شكرا وانت بخير.